مش قادرة أصدق نفسي إن أنا هطلع في التلفزيون النهاردة. يا رب بكسب في المسابقة دي. ايه ده، عامله شكلي تخين كده ليه؟ لا لا لا، لازم أشوف حل في الموضوع ده. أنا مش عارفة ليه شكلي تخين كده. أما أشوف هنا ولا حاجة أقعد أتكلم معاها تقولي شكلي تخين فعلا ولا لأ. ايه ده، قاله يا ماما شكلك يجنن بجد يا حبيبتي، شكلي امور. اه يا ماما شكلك قمر. آه يا رب تكسبي بقى النهارده في المسابقه، نفسي انتي تكسبي عشان انتي اكلك اصلا تحفه. ميرسي يا هنا، اصل انا حاسه الفستان ده مدخني جدا. لا يا ماما، انا مدخنك ولا حاجه، بالعكس ده مخليكي شكلك رفيع قوي. ما تقلقيش يا ماما، ان شاء الله هتعملي النهارده حلو جدا انا متاكده بجد. ميرسي يا هنا قوي، حاسه انا خايفه اموت ان انا. اه يا ماما بجد والله شكلك حلو جدا، والحمد لله احنا كمان رتبنا البيت كله وحضرنا الاكلات، ما تقلقيش. ممكن اكلم بقى في ال اقول لهم ان انا مش قادره اجي النهارده. الو، ايوه ممكن اكلم المدير. انا مامت هنا، انا مش قادره، هنا مش قادره تيجي النهارده. ها فاضلي بس حاجه البسها في رجلي، مش عارفه البس ايه، انا قلقانه جدا. يلا يا ماما انزلي، اذاعه التلفزيون جايه. طب خلاص خلاص، سيبي بقى الباب التليفون ده وروحي شوفي مين اللي على الباب. اوكي ماشي، اوكي يلا يا هنا روحي يا حبيبتي. حاضر يا ماما، هشوف مين على الباب. طيب ما تقلقيش خالص، انا نسيت اقولك، بصي انا نازله اهو دلوقتي، فانتي خلي بالك من نفسك وما تفتحيش لاي حد خالص يخبط على الباب، وتابعيني بقى على التلفزيون عشان خاطر اكسب بقى ان شاء الله في المسابقه بتاعه التلفزيون دي النهارده. انا حضرت الطبخه، يا رب بقى اكسب. ما تقلقيش يا ماما، انتي بتطبخي فعلا تحفه، اكيد هتكسبي النهارده انا متاكده. طيب ماشي يا حبيبتي، المهم تابعيني على التلفزيون وخلاص. اوكي، ولو في اي حاجه لاخوكي هنا او اما كلميني على طول. ماشي يا ماما، حاضر ما تقلقيش خالص، ويلا ربنا معاكي بقى يا حبيبتي، شكلك قمر ما تقلقيش. ميرسي ميرسي يا هنا قوي. اه مش عارفه اطلع في التلفزيون يكون شكلي عامل ازاي، بس اروح بقى اجرب وخلاص. يا رب بقى ماما تكسب النهارده، يا ترى هيكون بقى مين المنافس معاها، هنشوف. اهلا سيداتي انساتي، بيكم في البرنامج بتاعنا مطبخي. النهارده بقى هنجيب مسابقه فظيعه ما بين ناس جديده، ودين لجنه الحكام معانا. اوكي، عايزين ان احنا نجرب النهارده اكلات جديده، وهنشوف مين احسن واحد هيكسب معانا وهيكون النجم الشيف. اوكي هنشوف معانا النهارده ايه، في كلاوديا دي ربة منزل وام لثلاث اولاد، بيقولوا ان هي طبخها حلو جدا جدا جدا. اهلا بيك يا مدام كلاوديا، تعالي اتفضلي. اهلا بحضراتكم، انا كويسه جدا، انا ست بيت عاديه جدا وبعرف اطبخ كويس. النهارده هنجرب بقى اكلاتك، يا ريت ما تبقيش متوتره او قلقانه خالص، مفيش اي حاجه تستدعي القلق، انا سمعت انك بتطبخي كويس جدا، وهنختبرك النهارده في المسابقه، وهتاخدي جايزه كبيره جدا لو كسبتي. ومش عارفه اقول لك مين اللي نازل قصادك. ايه ده، مين بقى اللي نازل قصادي؟ اللي نازل قصادك طباخ كبير جدا في مطعم مشهور قوي، مش هنقول نقول اسمه عشان البرنامج. غير كده احنا مستنيينك، نشوف بقى مين في كل هيكسب. اوكي اهلا، ونرحب بقى بالطباخ الكبير قوي مستر مكرونه. اهلا بيك يا مستر. انا كويس الحمد لله، انا فظيع واجنن اكلي. طيب هنشوف بقى ترى النهارده مين في يوم اللي هيكسب، يا ترى الطباخ المشهور ولا ربة المنزل كلاوديا. وهنجرب معانا بقى وصفات الاكل الجديده. اوكي لازم من هم قدامهم 10 دقايق بس، هنشوف بقى مين فيهم هيعرف يطبخ احسن وهيطبخ احلى. وهنا بقى لجنه الحكام جعانه جدا جدا جدا، ومستنيه اني اكلها تكون طعمها احلى. اتفضلوا بقى لجنه الحكام هيقعدوا. انا قلقان جدا عشان انا مش عارف مين فيهم اللي هيكسب، يا ترى ست البيت ولا الطباخ المشهور. حتى لجنه الحكام كمان قلقانه، ومدام كلاوديا دلوقتي ابتدت ان هي تطبخ. ايه ده، دي شكلها بتعمل اكل فظيع، الريحه طالعه تجنن. ايوه ما تقلقيش خالص، انا بعمل اكلات طعمها حلو جدا، ما توترنيش بس ولا تستعجلوني، هتلاقيني عملت اكل طعمه تحفه. طيب برافو عليكي. ونشوف هنا الطباخ المشهور واقف برضو قلقان جدا وهو بيطبخ. اه طبعا انا بعمل الخضار بتاعي المخصوص، ومصطاد الخيارة دي والجزرة من المزرعة بتاعتنا. يا ربي اعرف انجح، ده قدامي طباخ مشهور، هعمل ايه، ده هيكون شكلي وحش قوي لو خسرت. يلا مش مشكلة، المهم انا بنتي متفرج عليا في التلفزيون، اما اشوف هعمل لهم اكل يعجبهم قوي.
انا عملت بقى كمان بطاطس مهروسة، يا رب بقى بطاطس تعجبهم، وهحط جنبيها بقى حتة صغيرة من اللحمة عليها الصوص بتاعي الشهير، وبكده اكون عملت كل اللي انا نفسي فيه. اوكي قربت ان انا اخلص، واكيد طبعا هكسب مدام كلاوديا. كلاوديا هنا خلصت وعملت لنا طبق بيض. يا نهاري، لسه فاضل الوقت بيجري بسرعه جدا، لسه ما عملتش البطاطس. انا قلقانه جدا، ممكن ما الحقش اخلص. اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ اهو هحاول بقى ان انا اخلص كده. اوكي اوه، ولجنه الحكام دلوقتي اعلنت خلاص فاضل الاكل، وقت خلص، وهيدوه بقى اكل. مدام كلاودي عملت بيض وجنبيه بطاطس مهروسه، وهنا الراجل عمل تقريبا مكرونه وجنبيها مشروم. لما تشوف بقى مين فيهم اكلاته احلى. لجنه الحكام على دلوقتي وهيدوقوا من الاطباق، ومحتارين جدا 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 يا ترى يخلوا مين يكسب. هنشوف دلوقتي الفوتينج. اوه الله، طعم البيض بالماش بوتيتو يجنن. انا بحب البطاطس المهروسه جدا مع البيض. انا شايف ان اكل كلاوديا طعمه احلى بكتير من اكل الطباخ المشهور. ايه ده بجد؟ الله، يا رب اكسب بقى، يا رب نفسي اكسب جدا، انا بحب الطبخ قوي. ونشوف بقى هنا الراجل التاني. ايه ده؟ الله، ده طعم الاكل بتاعها يجنن. اوه لا لا لا، انا عجباني جدا جدا جدا. انا شايف برضو ان مدام كلاوديا هي اللي كسبت بجد، الاكل بتاعها طعمه تحفة. فاضل كده معانا اخر لجنة من الحكام، ونشوف هتقول يا ترى ايه. كلهم مدين فوتنج ان مدام كلاوديا اكلها احلى. واو، ماما كسبت. ووهو، ايوه بقى يا كلاوديا، رفعتي راسنا. بجد شكرا جدا، مش قادره اصدق ان انا فعلا كسبت. يا مدام كلاوديا، انت كسبتي معانا المسابقه الفظيعه، من كتر ما اكلك يجنن كل الحكام اتفقوا ان انت المفروض تكسبي. مع اني انا بعمل الاكل ده بس لولادي. الظاهر هما فعلا بيموتوا فيه، لان انت اكلك فعلا طعمه يجنن، وانا كسبتيني للاسف، مع اني طباخ مشهور في مطبخ محترم، وكنت شايف لو انت فاضيه ممكن تيجي تشتغلي معانا. لا لا لا، انا مش قادره اصدق بجد، بس الاكله دي المفضله بتاعتي من زمان جدا. ومدام كلاوديا كسبت معانا فلوس للرجب. شمر يالا، ادي اكتر. هقعد اطبخ بقى كل الاكلات اللي بحبها، وتاخد معانا 1000 يورو. واو.